يقول السائل: امرأة ماتت وتركت مالا كي تحج به، هل نفعل لها الحج أم لا؟ يعني بهذا المال. إذا كانت أوصت، إذا كانت ما حجت حجة الإسلام، إذا كانت ما حجت حجة الإسلام فيجب أن يناب عنها من يحج عنها ويعطى تكاليف الحج من مالها الذي خلفته بعد وفاتها، لأن هذا واجب عليها. أما إذا كانت قد حجت حجة الإسلام وأوصت، لأن هذا المال يحج به عنها، فليس لها إلا الثلث، هي ليس لها وصية إلا الثلث. فإذا كان ثلث ما تركته من المال يمول الحج كاملا فإنه يجب أن يحج عنها وتنفيذ وصيتها. أما إذا كان الثلث أقل من تكاليف الحج فلا ينفذ الحج إلا برضا الورثة، إذا رضي الورثة بذلك فلا بأس. نعم.